السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخباركم إيه يا رب؟ دايماً تكونوا بخير وفي أحسن حال وسعداء. في ظل ما أنت بتفكر في مشروع تفتحه، في أفكار كتير متعددة للمشروعات، وكل الفئات، وكل الأعمار، وكل الناس حتى اللي ما عندهاش خبرة بقى بإمكانها النهاردة تفتح مشروع وتكتسب من وراه ربح مرضي على أقل ما فيها لكونها بس إن هي ما عندهاش فكرة مشروع أو ما عندهاش خبرة تفتح مجال وتمارس منه او تتربح منه الربح اللي هي عايزاه. طيب مشروع النهارده يا صديقي بيناسب الناس اللي هي ما عندهاش خبره في اي حاجه وبرضه ما عندهاش راس مال عالي تبدا فيه او تبدا بيه مشروع يعود عليها بربح كويس. طيب مشروع النهارده زي ما حضرتك شايف يا صديقي مشروع استخراج الاوراق الحكوميه. تفتح مكان كده صغير سواء محل صغير او بارتيشن صغير وتكتب عليه جميع لجميع الخدمات الحكوميه. طيب المشروع فكرته بتترتب بأبسط فكره هبسطها لك كده انك بتستخرج الاوراق الحكوميه. طيب انت النهارده عايز تروح تطلع شهاده ميلاد او تطلع شهاده وفاه او قسيمة زواج. كل ده بيتطلب ان انت بتروح بتقوم الصبح وبتروح تطلع للجهه الحكوميه اللي بتطلع منها المستخرج الرسمي اللي انت عايزه وتبدا ان انت تقف في طوابير وفي زحام وحاجات كتير في احنا في غنى اللي احنا نذكرها عشان ما اطولش عليكم وقت الفيديو ولأ ده في بقى في دلوقتي مكاتب بتفتح في كل المحافظات وفي كل الشوارع ومش بعيد في منطقتك تلاقي في مكتب او اتنين فاتحين للمجال ده طيب ابسطها لك اكتر انت بتروح مكتب بتلاقي شاب قاعد قدامه جهاز كمبيوتر وبيعرض عليك يقول إيه المطلوب إنت حضرتك بتعرض عليه بتقوله أنا عايز أستخرج مستخرج رسمي. طيب. المكاتب دي بتبقى متاحة تطلع إيه أي حاجة بخلاف الأوراق العسكرية، أي حاجة. بخلاف الاوراق العسكريه المكاتب دي بيبقى متاحه عندها ان هي تديك يومين وتطلع لك المستخرج اللي انت عايزه سواء شهاده ميلاد او شهاده وفاه او قسيمه زواج او قسيمه طلاق او تجديد رخصه قياده بس نوع معين من انواع الرخص القياده مش كل الرخص بدل فائد لاي مستخرج تخليد بيخلص لك برضو اوراق المعاشات وبيعرف لك ايه المطلوب عن طريق المواقع عشان معظم النهارده البلاد وبال... والغنيه عن التعريف طبعا عندنا في مصر موقع خدمات مصر ب... ب... بتدخل عليه بتعرف منه ايه المطلوب لاستخراج المستخرج اللي انت محتاجه عايز تدفع غرامات عايز تدفع كهربا عايز تقدم على عداد كهرباء او غاز او مية بيبدأ ان هو يساعدك في اي حاجة انت عايز تعملها عايز تطلع قيد عائلي استخراج رخصة محل لنشاط معين او استخراج رخصة لمشروعك لنشاط معين بيبدأ برضو ان هو يساعدك فيها بشكل كبير مشروع جميل جدا وبدون خبرة دي اكتر حاجة مشجعني ان انا اعرضه ان هو بدون خبرة طيب انت كمنفذ مشروع بقى اللي قدمت الخدمه دي ايه المقابل اللي بتحصل عليه لمجرد ان انت قدمت الخدمه؟ كل خدمه من الخدمات اللي انا ذكرتها لك بيبقى ليها رسوم معينه، الرسوم دي انت طبعا بتشوف المكاتب اللي فاتحه في المكان او في البلد اللي انت فاتح فيها وبتبدا يبقى اسعارك زي اسعار الناس التانيين وبتعمل لنفسك صفحه على الفيسبوك طبعا تعرض عليها وتحط البيج بتاعك وتحط رقم تليفونك اي حد عايز بتقول له شرفني في المكتب ادفع لي الديبوزيت او العربون واديني البيانات الداتا بتاعتك وابدا ان انا اطلع لك المستخرج الرسمي اللي انت عايزه طيب بالنسبه لمشروع زي دوت هيتطلب ايه هيتطلب ان انت يبقى عندك محل صغير جدا تحط فيه مكتب وجهاز كمبيوتر وتبدا ان انت تستضيف الناس بشكل كده لائق وتعرف منهم الخدمه اللي انت هتقدمها لهم لازم تعرف البيانات بشكل مفصل طبعا مشروع زي دوت هيساعدك في ايام الامتحانات بتاعت الثانويه العامه والتنسيق والكلام ده في ناس كتير ما بتعرفش تقدم تنسيق وفي ناس كتير ما بتعرفش تروح كمان الجهات الحكوميه عشان تطلع المستخرجات اللي انا بقول لك عليها دي هتبدا ان انت الناس دي كلها هي اللي هتنجح لك مشروع هيجي لك العميل يقول لك انا عايز المستخرج الفلاني هتبدا ان انت تقول له المستخرج ده فندم تمنه قد كده، هو مثلا لو تمن وات ايفر 100 جنيه انت حطيت عليه مثلا 30 جنيه 50 جنيه وبعلم العميل هو هيبقى عارف ان انت زودت عليه مقابل ان انت ريحته من انه بيروح مكان حكومي من انه بيدخل على النت عشان في ناس كتير ما بتعرفش تتعامل مع المواقع الجديده من انه يزدحم وسط الناس ويبدا ان هو يروح للجهه الحكوميه ويستخرج الـ الـ المستخرج اللي هو طالبه طبعا عشان تنشئ مشروع زي دوت لازم ان انت تدعمه بحاجات تانية. هتدعمه بايه ان انت ممكن تجيب كمبيوتر وماكينه طباعه تطبع للناس اي حاجه هم عايزينها زي انك ممكن تجيب ماكينه تصوير ماكينه التصوير دي يا صديقي مشروع لوحدها في المكتب بتاعك النهارده انت بتجيب في المشروع ماكينه التصوير بتبدا من 5000 جنيه وفي اكتر من كده باسعار كتيره وممكن انت تجيبها كمان مستعمله، النهارده انت بتجيب رزمه الورق، ماكينه التصوير انت طبعا جبتها، بتشتغل بكهرباء المكان، بتجيب رزمه الورق فيها 500 ورقه اي 4، الورقه بتتصور بجنيه و50 قرش، رزمه الورق الاي 4 بتبدا من 140 جنيه او 130 جنيه لحد 200 جنيه، انت هتجيب بالمتوسط اللي هي سعرها 150 جنيه وفيها عدد 500 ورقه، ال 500 ورقه لو بعتهم بجنيه و50 قرش كل كل ورقه هتبيع الرزمة اللي ب 150 جنيه هتبيعها ب 750 جنيه ولو معاك الكوليتر احسبها دلوقتي جنيه و50 قرش في 500 هيجيب لك الصافي 750 جنيه ده لمجرد بس اللي انت صورت رزمه ورق صورتها بقى في يومين في ثلاثه على حسب المكان اللي انت فاتح فيه المشروع بتاعك يعني مشروع بدون خبره سهل جدا عايز بس حد عايز يشتغل عايز حد عايز يفتح مشروع بربح عالي وباقل راس مال ممكن ان انت تفتحه، يعني انا هحسبها معاك مشروع زي ده وانت انت لو عايز تفتحه تحت ال 10000 جنيه هتفتح مشروع زي ده، هتقول لي ازاي؟ جهاز كمبيوتر يا سيدي ب 2000 جنيه اقل جهاز كمبيوتر، جهاز برينتر مستعمل ب 1500 او ب 2000 جنيه ادي كده 3000 جنيه، ماكينه تصوير حديثه شويه يعني مش حديثه قوي ب 5000 جنيه انت كده ب 8000 جنيه وبقيت ال 10000 جنيه اللي هو 1500 جنيه هتبدا ان انت تاجر بيهم المكان او مثلا تجيب لك مكتب صغير مستعمل جنب منه مثلا ثلاث اربع كراسي بلاستيك تستضيف عليهم العميل اللي بيجي يطلب منك الخدمه مشروع جميل جدا ليه ان انت قاعد محير نفسك وبتدور على مشروع وبتشوف في قناه والثانيه والثالثه وبتشوف حلقات هنا وحلقات هنا وحلقات هنا طيب انت افادتك فين؟ انت ايه اللي عايد عليك؟ لازم يا صديقي تفكر في النقطه دي بشكل كويس، وتفكر انك ازاي تستفيد من كل الفيديوهات اللي حضرتك بتشوفها دي. استودعكم في رعايه الله، واي سؤال او اي استفسار عايز تساله لي اتفضل حطه في كومنت، وانا ان شاء الله باذن الله في اقرب وقت، واعذرني يا صديقي لو سبت لي كومنت وما قدرتش ان انا ارد عليه، معلش ده ضغط شغل عليا. بس ان شاء الله في اقرب وقت اقدر ان انا ارد عليك باسرع وقت وباللي انت عايزه، استودعكم في رعايه الله واشوفكم في حلقه جديده، ويا ريت لو الفيديو عجبكم او فكره المشروع عجبتكم سيب لايك ويا كده تخش على الفيديوهات بتاعت القناه تقول لنا رايك في اللي عجبك واللي ما عجبكش، انا بتقبل الاراء على جميع اشكالها، استودعكم في رعايه الله وان شاء الله اشوفكم في حلقه جديده، مع السلامه.